السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سألتني أفضل نموذج لغوي عربي، فإحنا عندنا دلوقتي غيث أو جيس، GIS، ده تبع الإمارات، فهو ميزة مش بس للغة العربية، لا لكل اللغات اللي هي غير لاتينية. يعني الإنجليزي لما بيحصل فيه تطور على طول بيظهر ده على اللغة الأسباني والفرنساوي، لكن اللغات غير اللاتينية هنلاقي إن اللغة العربية بتقود لغات كتيرة جدا. يعني أي تطور بيحصل بيبدأ يظهر أثره على بقية اللغات، تمام؟ وفي تطور كبير جدا، وبالذات إن هو أوبن سورس، فناس كتيرة بتساعد فيه. يعني ممكن تلاقي حد مثلا اللغة بتاعته أردو أو فارسي قريبة من العربي، فهو بيبدأ إن هو يساعد في السيستم أو بيستفاد من التطور اللي بيحصل. زي ما شايف في قفزة في الناس اللي بتحمل الملفات، لأن هو أوبن سورس. هذا هو الموديل اللي موجود، تقدر تحمل كود تقدر تستفاد منه. دي الإمكانيات بتاعته، ودي ورقة متخصصة في مناقشة جيس. في بعض الأسامي عربية وبعضها أجنبية، فإن شاء الله يعني الناس كتيرة تبدأ تهتم بالموضوع. هسيب لكم البيبر ديت لأنها بيبر مهمة. تمام. الفكرة بتاعته بيشتغل ازاي، وال NLP، وازاي ان هو تقدر ياخد معلومات من اماكن مختلفة ويبدأ ان هو يفلترها ويعمل فك التشفير بتاعتها، ويبدأ ان هو يديك الداتا اللي ينفع تستخدمها معاه. فدي ان شاء الله يعني احنا منتظرين ان هو يدينا فرصة نجربه، عشان ايه نستمتع بيه ان شاء الله يطلع قوي بإذن الله.